بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضا، والعدوان إلا على العدوان. قلنا الآية دي ما زلنا بصددها، قلنا علم الله بكل شيء دقة أو عظمة لا شك فيه، والله يتكلم والفكر يقبل ذلك، العقل السليم يقبل ذلك. كيفاش؟ فما شرب العقل يقول لك لا، ما ثماش عليم يقول لك كيفاش، هو رب ويدير كل شيء ويريد كل شيء ويحاسب كل شيء ويبصر كل شيء ويسمع كل شيء ولا يعلم كيف، لا يستقيم الامر. يعني العقل نتاعك اذا كان سليم لا يقبل التناقض ولا يقبل هضم حق الرب. كم الاوصاف؟ عليم، خبير، ومحاسب، وشديد العقاب، ووسع الرحمة. تحبوا ولا تكرهوا، القاضي تعبتوا اليوم وتدعوا من الإسلام، هو يوضحكم بالتمام ليلا نهارا، هو رثبت ريحاتكم أرضعكم على الطب القرآني، تقول لكم حقيقتكم اللي أنتم واهمين تماما، ولا فما منكم من المضروب بالذهان بسيكوز، عارف من البسيكوز، غياب العقل وقت اللي هو يبدأ مطبوع بالغياب هذا العقل، يعيش يعتبر روحه هو ما كيبو حد، ويلي ميغانومان كيما الكلب تاع أمريكا والكلب تاع العجوز البريطانية، ولما جروا الكلاب الكل، الكلاب الكل ضربهم داء هذايا الميغانومانيا، هوس العظمة، وهو جنون الحقيقة، ماهوش هوس ناشط في الميدان هذا، كان لا هذا جنون. يعني الإنسان لا أمن معه، وبعد ولو رؤساء دول ولو رؤساء وزارات ورئيس وزراء ولا مجرد يعني اتخذت المسألة والمشين، والله العظيم مشين، كان كارثة. لا تنعم في الدنيا بسيادة حقيقية شرعية، ولا أمن تجيله بجرته وتطفو الأموال وجندوا كل أنواع المرتزقة في بالكم، استحضوا بالأمن، والله محرم، حرام عليكم، لا أمن لكم. وديجا وقعتوا في قبضة إبليس، أنا وقت اللي دلكم لما يعني تمتع بالدنيا، فإذا بي أسقطتوا في اللا تمتع، وزاد القدامى إبليس مش في يرحمكم، اللا تمتع فيها ما فيها. أما هذايا ضد التمتع، ضد التمتع بالتمام، كونه دائما في الفرستريشن، دائما مبتورون موتورون، عياذ بالله، حالكم لا نحسدكم عليه، واحنا لسنا بحاسدين، كيفاش نحسدوا من هو أدنى منا؟ أعلى على الحلال مع الله، ونكبر نكبر ونوحد ونشكر ونخشى الله سبحانه وتعالى، أين أنتم منا؟ وتدعون الأنوار، تدعون حقوق الإنسان، تعطيوا روحكم حق الدخول في شأن الجماعات والدول وكذا، لأن قال شنو الدرو دو دانجيرونس، شكونكم أنتم باش تعملوا أنجيرونس؟ أنتم وقت اللي عملتوا أنجيرونس العراق دفعتوا الثمن وما زلتوا تدفعوا، خلف اللعنة اللي مش تجيكم من الله سبحانه وتعالى، ودعوات اللي اعتديتوا عليهم بكل في كل الظروف، اعتديتوا على حريتهم، على امنهم، على حياتهم، على قربهم، كل شيء في بالكم، مش تطلعوا رابحين، انتم مجرمين، اكبر المجرمين. وشكون معاكم؟ الكرب، اكل الكلاب من السعوديين، والكلاب الاماراتيين، والكلاب الكل اللي في الشرق والغرب، جمعتهم الكل وعملت كواليس، ولحد الان الفرحه لا، التلذذ لا، الامن لا، النصر لا، علاش شكون تنتصر؟ انتم عندكم كان مقياس واحد، فماشي قوه ضاربه خارجه من تحت الارض، ولا مخرجه من المياه العميقه، ولا جايه عن طريق السماء، سماء الدنيا. انتم ادنى مستوى من في الذله، رغم ان تقولوا احنا في القوه، نضربوا ونجموا، نعرفوا ونجموا كيما الكلاب الاسرائيلي الصهاينه،
قالك على نجم نضربه في كل وقت، إيه تكون سوريا، تكون السعودية، تكون مصر، تكون تونس، على نجم نضربه. لكن سيت جرب اهبط الجزائر ولا المغرب ولا تونس، ما تدعون لهم سوبرمان، جيبوهم تراك باش نعبدوا بيهم. العراق يولي نزهة، اللي يعمل لكم خونا صدام رحمه الله حي ولا ميت، اللي يعمل لكم احنا عندنا ما نعملوا اكثر منه، لانه عندنا توا اليوم وعي راجع للشباب، وشباب ما تنجمش تعرف عليه اي طوار يمر بها ويعملوا انقلاب في التفكير وانقلاب في الوحدة، ما عادش هما التشتت، ويضربوكم ضربة ما عادش يرجع لكم حتى جندي مستعين، يضرب لكم أكثر من فيتنام بملايين السنوات الضوئية. راهو شيء كبير اللي مش يعقل، شيء خطير بالله العظيم، لما تراه والعجب العجاب. خلف يا ربي مش يرسلكم جنود الخفاء يوريكم يستطيعوا حساباتهم معاكم، كما أنتم تحضروا لتلك التصفيات ستكون على حسابكم لا على حسابنا. نحن أن أتتنا الموت فهي شهادة، ونلتحق بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإذا كان مكن ربي في الأرض نصلي ونصوم ونجاهد حتى لا تقهر أمة الإسلام، وحتى الراية تبقى عالية. والله أكبر مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أكبر. وصدم لحد الآن اللي طبع على الأقمشة مازال يعمل في العقول وفي الوجدان وفي الماضي والحاضر والمستقبل بالتمام. والسلام علينا ورحمة الله وبركاته ورضوانه.